السلام عليكم. احنا عارفين النهاردة ان شاء الله هنكمل يونت 2 ليسن 1 انرجي. اولا كده صباح الخير. انا حابة النهاردة ان احنا نبدأ السيشن بتاعتنا بان احنا نعمل ريفيجن من اول الليسن، بس هي اهم حاجة بس ان احنا طبعا التعامل بينا كشات، فأنا عايزة دلوقتي بس يعني الناس تبتدي إن هي تدخل، فإحنا بنعمل أدمت للأول اهو. عايزة بس حد يرد عليا في الشات ويقول لي إن الصوت كويس وإن الموضوع تمام. تمام، السلام عليكم. حد يرد عليا ويقول لي الموضوع تمام، صوت كويس. الصوت كويس. أخيرا حد رد. تمام، هي بس احنا لسه بنقبل الناس عشان نبتدي السيشن بتاعتنا. تمام، everything ماشي. تمام خلاص. دلوقتي بس وقف الشات، هنبدأ ان احنا نقبل الناس عشان الناس لسه بتدخل دلوقتي. دلوقتي نقفل بس، نوقف الشات وهنبتدي ان احنا نشوف يونت 1 كانت بتتكلم على ايه. قبل ما ابدا في يونت 1 واكمل بقيه الليسن بتاعه، فانا محتاج ان احنا اسال كام سؤال كده نفتكر بيه الايه الجزء اللي فات. يونت 2 كانت بتتكلم على حاجة اسمها energy. lesson 1 كان بيتكلم على energy resources and forms. انا شايفة الشات بيتبعت يا ميس يا ميس يا ميس، في حد بينده؟ انا مش قلت نوقف الشات لغاية ما نشوف. تمام انا ذاكرت خلاص. تمام نوقف الشات دلوقتي ونبتدي ان احنا نسأل في يونت 2 ليسن 1 انرجي. لما اقول it's ability to do work، ده definition of what؟ it's ability to do work. ماشي يا مريم. مريم اول واحده جاوبت. مريم اسماعيل. تمام، انرجي. تمام، ايوه صح كده. يبقى ال ability to do work كنا بنتكلم على ال energy. لو سمحت انا قلت كذا مره نلتزم بميعاد السيشن يا شباب وبنات. طبعا يبقى هنا ال ability to do work كانت هي ال energy. ability to do work can definition of what of energy. وقلنا ان الكار محتاجه فيول واحنا محتاجين فود to get energy. انا ده كله بعمل ريفيجن على الاول الليسن عشان الناس اللي لسه داخله متاخر. لو احنا عملنا انكريز للديسبليسمنت، انكريز للديسبليسمنت زودت المسافه، فانا بيزيد معايا الورك. ولو تفتكر زي المثال اللي انا قلت لك عليه بان احنا بنزق العربيه لو نص الشارع لكن لغايه اخر الشارع، انا بزود لك الديستنس فبتزيد معاك الديسبليسمنت، فهنا بيزيد معاك الورك. لكن لو احنا عملنا باشنج للوول فهي ما بتتزقش، مفيش ديستنس، يبقى الورك هنا ايكوال زيرو.
جينا بعد كده قلنا احنا الورك ايكوال فورس باي ديسبلسمنت، الورك ايكوال فورس باي ديسبلسمنت، وطبعا الورك هيتقاس بالجول، والفورس بي النيوتن، والديسبلسمنت او الديستانس بي المتر. جينا بعد كده عرضنا بروبلم وقلنا لو احنا عايزين الورك ومدينا الفورس ايكوال، هو مين سلمى؟ سلمى حسام بتكتب ايه؟ سلمى حسام بتكتب ايه؟ انا بعمل ريفيجن، محدش يكتب حاجه. الكالكوليت ذا ورك اوف ان اوبجكت، الفورس ايكوال 65 والديستانس ايكوال 10. فانا عشان احسب الورك بقول ان الورك ايكوال فورس باي ديستانس يعني 65 باي 10 ايكوال 650 جول. ممكن ايه اعملها؟ لا يا قلبي، هو انا براجع يعني، براجع كده مراجعة بسيطة عشان نفتكر بس. طب ميس اسراء، احنا خدنا الريسورسز بتاعة الانرجي، مين اللي ممكن يطلع انرجي؟ عندنا sun, wind, water movement, nuclear reaction, والfood والfuel. فلما اجي اسألك من دول مين هم the cleanest energy can be used to generate electricity، مين هم هنا ال cleanest energy، مين هي ال energies ال cleanest اللي هي doesn't in pollution لل environment، مين هي اللي ممكن استخدمها اطلع منها electric energy وبالنسبة لي تكون حاجة cleanest؟ تمام، سولار والسان والويند والووتر موفمنت اللي هم كلينست انرجيز. طبعا احنا خدنا بعد كده الفورمز للانرجي، خدنا 7 انرجي، فنشوف كده الناس تفتكر معايا ال 7 انرجي، مين هم ال 7 انرجي اللي احنا خدناهم؟ لا 7 انرجي مش 7 resources، انا عايز الانرجي نفسها الفورمس. ساوند، كيميكال، الكتريك، تمام، ميكانيكال، لايت، ساوند، الكتريك، كيميكال، هيت انرجي، نيوكليير انرجي. يبقى ده كله الفورمس بتاعت مين؟ الفورمس بتاعت ايه؟ الانرجي. جينا بعد كده اتكلمنا على حاجة اسمها potential energy، اتكلمنا على حاجة potential energy وقلت طول ما انت عامل stored للenergy، مخزن energy، فانت عامل عليها work، بنسمي الwork ده ايه مس اسراء؟ بنسميه potential energy. يبقى احنا عندنا هنا يجي يقول لنا مين هي ال stored energy، مين هي ال stored energy؟ هي ال potential energy. طب يا مس اسراء ال potential energy عشان هي كل ما انت عامل work على object ومخزن عليه energy بنسميها ايه مس اسراء؟ بنسميها potential energy. قلنا ال potential energy بتتوقف على حاجتين، weight وتتوقف على height. potential energy بتتوقف على حاجتين، weight و height. الحتة دي انا عايز بس اتوقف عندها شوية. بتقول ان البوتنشال انرجي بتتوقف على تو فاكتورز، الويت والهايت. تعال نناقش اول واحد، الويت. دلوقتي لو انا اديت لك شنطه المدرسه بتاعتك وقلت لك تعال نملاها الكتب كلها وحضرتك تشيلها، تشيل شنطه المدرسه وفيها كل الكتب، هنا حضرتك هتقول لي يا ميس اسراء الشنطه تقيله مش قادر اشيلها، انا كده بزود عليك الورك، فبزود عليك مين؟ البوتنشال انرجي، لان انت هنا هتخزن انرجي على الشنطه. يبقى تاني احنا البوتنشال انرجي بتوقف على حاجتين، الويت والهايت. مثال تاني، مثال تاني. دلوقتي لو انا عندي الشنطه مثلا بتاعت
الشنطة بتاعت المدرسة بتاعتك. فجيت قلت نعيد المثال تاني يعني، شنطة بتاعت المدرسة، قلت لك تعالى بقى ايه حط لي فيها كل الكتب بتاعتك وتعالى نشيل الشنطة دي نرفعها كده. هتقول لي ميس إسراء لا الشنطة تقيلة مش هقدر أشيل. هو أنا هنا بعمل إيه؟ أنا بزود الورك بتاعك. بزود الورك بتاعك إزاي؟ بإن أنا زودت الويت. يبقى الويت لو حصل له انكريز البوتنشال كمان هيحصل لها انكريز، لأن أنت هتحتاج انرجي كبيرة جدا عشان تقدر إن أنت تعمل لها ستورد على الشنطة دي. يبقى أول فاكتور ممكن يأثر على البوتنشال انرجي هو الويت. زودت الويت، عملت انكريز للويت، شلت الحاجة تقيلة، فأنت محتاج بوتنشال كبيرة عشان تقدر إن هي تعملها ستورد في الأوبجكت دي. طب يا ميس إسراء، طب أنا شلت الشنطة مثلا لغاية مسافة صغيرة، لأ قلت لك ارفع إيديك للآخر، يبقى أنا بعمل هنا إيه؟ أنا بزود الهايت. فلما يزيد عليك الهايت نفس الكلام البوتنشال هيزيد. يبقى البوتنشال انرجي متوقفة على حاجتين، الويت والهايت. يبقى البوتنشال انرجي بتوقف على حاجتين، ويت وهايت. زودت الويت، عملت انكريز للويت، حاجة تقيلة معاك هتبقى البوتنشال انكريز. رفعت اكتر اللي يعني زودت الهايت، عملت انكريز للهايت، فكمان البوتنشال حصل لها ايه؟ increase. طب انا عايز اشوف اللو بتاع البوتنشال. البوتنشال equal weight by height. potential equal weight by height. طبعا احنا شغالين كله بالماجيك تراينجل وخصوصا في اللو. يبقى هنا البوتنشال انرجي equal weight by height. weight by height. طب ميس إسراء، هو يعني بيديني الويت على طول كده؟ لا، ممكن ما يدكش الويت على طول، يشتغل ويشتغل لك ويقول لك لا، يستغل اللي انت واخد حاجة في سنة ستة ممكن ان انت تجيب بيها الويت. يستغلها ازاي؟ ان انت عارف ان الويت equal mass by earth acceleration اللي هي ب 9.8، اللي هي لو انت عملت لها تقريب ليها هتبقى ب 10. يبقى يا ميس اسراء انا عارف ان البوتنشال ايكوال ويت باي هايت، ممكن ما يدينيش الويت ويديك ايه ميس اسراء؟ يديني ايه؟ يديني الماس. فانا عارفه ان الويت ايكوال ماس باي ايرث اكسلريشن. تعالى نشتغل البروبلم دي. بس البروبلم هنا طيبه شويه، مدينا الويت يعني. انا هستنى شويه واشوف الحل بتاعكم للبروبلم دي، وممكن اكتب بروبلم تحتيها كمان عشان نبتدي ان احنا نناقش ازاي لو هو اداني الماس ما ادانيش الويت. انا مستنيه الحل. ها هنا طالب البوتنشال ومدينا الويت بي 20 ومدي الهايت ايكوال 5. هو عايز يحسب ايه ميس اسراء؟ عايز يحسب البوتنشال انرجي. يبقى هنا ميس اسراء انت حضرتك هتعمليها ازاي؟ معلش نرجع تاني. نجيب هنا التكست، هقول له ان البي دوت اي بوتنشال انرجي ايكوال ويت باي الهايت، يعني ايكوال 20 باي20 20 باي 5 equal
يبقى 20 باي 5 طلعت معانا بكام؟ 100. طب 100 ايه يا ميس اسراء؟ 100 ايه؟ 100 جول. ليه ميس اسراء سميتها بالجول؟ عشان دي انرجي. طب ميس اسراء ممكن تديني بروبلم تانية؟ بروبلم تانية بس يكون فيها الماس مش الويت. حاضر. هيقول لنا كالكوليت سوري كالكوليت احسب بوتنشال انرجي تو اوبجكت الاوبجكت ماس equal to kilogram and height equal 5 meter. يبقى نشتغل البروبلم دي كده. يبقى هنا مدينا يقول لنا احسب البوتنشال انرجي، مدينا الماس ب 2 كيلو جرام و ال سوري سوري ادينا كالكليت ذا بوتنشال انرجي ومدينا ال انا عايز نحسب البوتنشال انرجي ومدينا الماس ايكوال 2 والهايت ايكوال 5. طبعا انا مش هينفع اشتغل بايه، مش هينفع اشتغل بماس، فانا هجيب الاول الويت وبعد كده اجيب الايه البوتنشال. انا هنا اكتب له كده هقول له اول حاجه الويت ايكوال الماس باي 10 اللي هي الارث اكسلريشن. يبقى هنا 2 باي 10 equal 20 newton. ده كده انا جبت ايه؟ جبت الويت عشان اقدر ان انا اشتغل ال potential energy. بعد كده اقول له ان ال PE equal الويت اللي انا لسه جايباه ويت باي هايت. الويت انا لسه جايبها بكام؟ ب 20 والهايت هو مدوني بكام؟ ب 5. يبقى 20 باي 5 ايكوال 100 جول. تمام؟ تمام. ما ننساش نكتب ال ما ننساش نكتب ال unit.
نمسح بقى اللي احنا عملناه ده عشان نبدأ سلايد جديدة. هنبتدي ان احنا نناقش جزء تاني او انرجي تانية اسمها كاينيتيك انرجي. دلوقتي مس اسراء، طول ما انت ماسكه الحاجه انت عامله عليها ورك اسمها بوتنشال انرجي. الحاجه اول ما تتحرك تبقى اسمها ايه؟ كاينيتيك انرجي. يبقى هنا الكاينيتيك انرجي هو الورك دان ديورينج موشن، يعني طول ما الحاجه بتتحرك هي إيه بتعمل ورك، الورك ده اسمه ايه؟ كاينيتيك انرجي. طول ما الحاجه بتعمل موشن، بتعمل حركه، هي بتعمل ورك، اسمه كاينيتيك ايه؟ كاينيتيك انرجي. يبقى زي ما الولد ده هنا بيعمل موشن او البايسكل كمان بتعمل موشن، فهو هنا بيعمل ورك بنسميه ايه؟ كاينيتيك انرجي. طب نسأل لما اقول لك رايت ساينتفك تيرم ورك دان ديورينج موشن، مين الورك اللي حضرتك بتعمله او اي اوبجكت بيعمله وهو بيعمل موشن؟ كاينيتيك انرجي، تمام. يبقى الورك done during motion بنسميه ايه؟ بنسميه كاينيتيك. حضرتك بتعمل ورك وانت ماشي والحاجه بتتحرك، اي حاجه بتتحرك بتعمل ورك بنسميه كاينيتيك ايه؟ بنسميه كاينيتيك انرجي. طب يا ميس اسراء، المره دي الكاينيتيك انرجي هتقف على ايه او هتتاثر بايه؟ اول حاجه تتاثر بالماس وتاثر بيه السبيد. طب ازاي يا ميس اسراء؟ الكاينيتيك انرجي كل ما الحاجه الماس بتاعتها انكريز فهي محتاجه ورك اكتر عشان تعمل كاينيتيك، يبقى الكاينيتيك هيحصل لها ايه؟ انكريز. يبقى الماس هنا انكريز، الكاينيتيك كمان هيحصل له انكريز. طب السبيد، السبيد الانكريز هي بتعمل ورك ازيد فهي محتاجه كاينيتيك انرجي اعلى، يبقى الماس انكريز، السبيد كمان هيحصل له ايه؟ انكريز. ده في لو بيربط دول. كاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس باي سبيد باور 2. ميس اسراء السبيد مكتوبه بالفي؟ لان هنا السامبل بتاع السبيد هو في فولست. يبقى احنا دلوقتي عندنا الكاينيتيك انرجي بتوقف على حاجتين، مين هما؟ ماس و سبيد. ليه؟ عشان القانون بتاع الكاينيتيك انرجي اللو بتاعها بيقول ان الكاينيتيك انرجي ايكوال half mass by speed power 2. واوعى تنسي او اوعى تنسى الباور. يبقى هنا الكاينيتيك انرجي بتتوقف على حاجتين، مين هما؟ كاينيتيك انرجي بالعربي يعني ايه ميس؟ كاينيتيك انرجي يعني حركه. يبقى هنا كاينيتيك انرجي بتوقف على حاجتين، الماس والسبيد، والكاينيتيك انرجي equal half mass by speed power 2. طب نيجي نسأل سؤال نشوف الناس كده تعرف تجاوب ولا لأ. What happen، السؤال ده سؤال ذكاء شوية. What happen increase speed to double؟ ايه اللي هيحصل لو ال speed اللي هي ال v زادت لل double، بدل ما هي 1 بقت 2؟ وما تنساش ال power، انا وضحتها لكم شويه. ممكن نكتب جول، لا اكتبوا الجول كلها على بعضها. يلا what happen، ايه اللي هيحصل يا ميس اسراء لو ال speed increase to double؟ ايوه كده، في ناس قالت الكاينيتيك انكريز تو 4 تايم. ليه مش اسراء 4 تايم؟ عشان ما تنساش، اوعى تنسى السبيد عليها باور، باور 2. يبقى هنا يا مس اسراء اللي هيحصل ان لو السبيد انكريز للدبل، سوري ثواني نرجع كده، اللي هيحصل هنا الكاينيتيك انكريز لايه؟ ل 4 تايم. نكتبها هنا، نقول لك كاينيتيك كاينيتيك انرجي هيحصلها انكريز
degrees قد ايه؟ 4 times. ليه ميس اسراء 4 times؟ عشان السبيد عليها باور. طب تعالي بقى يا ميس اسراء نشوف، سوري نمسح بقى اللي احنا عملناه ده. عايزين نشوف اللو بتاع الكاينتيك انرجي ونبتدي ان احنا نناقش فيه. قلنا الكاينتيك ايكوال هاف الماس باي سبيد باور 2. طب لو انا عايزه الماس هقول 2 في الكاينتيك انرجي، لو انا عايزه الماس هقول 2 في الكاينتيك انرجي divided السبيد باور 2. طب انا عايزه السبيد باور 2 هيبقى 2 في الكاينتيك انرجي divided مين؟ divided الماس. يبقى احنا هنا احنا قلنا الكاينتيك دي الاساس عندي، الكاينتيك ايكوال هاف الماس باي سبيد باور 2. طب لو انا عايزه الماس دي هقول 2 كاينتيك انرجي divided سبيد باور 2. طب انا عايزه السبيد باور 2 هقول 2 في الكاينتيك انرجي ديفايدد ايه؟ الماس. طب يا ميس اسراء نبص شويه كده في اللودي عشان نبتدي ان احنا يبقى تاني لو انا عايزه الكاينتيك اقول الهاف الماس باي سبيد باور 2. طب لو انا عايزه الماس هقول 2 في كاينتيك انرجي ديفايدد في باور 2. طب لو انا عايزه الفي باور 2 هقول 2 في الكاينتيك انرجي ديفايدد مين؟ الماس. طب ما تيجي نحل كده ونشوف الناس هتعرف تحل ولا لا. اكيد الناس تعرف تحل، الناس شاطره. اقول لك كالكوليت ذا كاينتيك انرجي، احسب الكاينتيك انرجي. مديك الماس هنا ب 5 والسبيد ب 10. تعالى نشوف احنا بنجيب الكاينتيك ازاي. انا هسيبها شويه اشوف الناس بس يعني ايه عارفه تجمع اللو ولا لا، بس في ناس عارفه. يبقى الناس لما انا عايز اجيب الكاينتيك، القانون بتاع الكاينتيك انرجي هو ايه؟ يلا انا مستنيه الشات بتاعكم. هو اللي بيعمل توكنج ده بيعمل توكنج ليه؟ منع كلام. حد بس يبعت لي في الشات ويقول لي الموضوع تمام ولا لا، النت لسه موجود. حد يبعت لي في الشات يقول لي الصوت تمام. حد يبعت في الشات ويقول لي ان الشات تمام. ثواني ثواني. مش فصل، وقت خلص. خلص؟ خلي تاني. لا لسه. أنا عايز أقفل البر اللي ظهر فوق ده. لا أنا. أيوه بيظهر فوق ده، بيختفي فجأة ده.
ايوه هو بيظهر وينزل كده. الدنيا لسه تمام. تمام نرجع تاني، نرجع تاني لسه بتحل دي. نرجع تاني يقول لنا calculate the kinetic energy ومدينا الماس. الصوت كويس؟ حد يبعت لي دلوقتي يقول لي اه ماشي. يبقى هنا عشان احسب الكاينتيك انرجي هنقول ايه يا ميس اسراء؟ هنقول ان الكاينتيك انرجي كي اي ايكوال هاف في مشكلة في النت. ثاني ايوه صح كده، هتبقى هاف الماس باي سبيد باور. يبقى هنا هاف الماس سبيد باي في باور 2 يعني ايكوال هاف باي 5 باي 10 باور 2. طلعت معانا بكام؟ 200 50. طبعا ده عشان انرجي، هنحسبها بالايه؟ بالجول. تمام نبتدي دلوقتي ناخد الانرجي الاخيره وهي اللي جامعه ما بين البوتنشال والكاينتيك، وكنا بنسميها ميكانيكال. يبقى هنا الميكانيكال انرجي، احنا خلاص خدنا البوتنشال وخدنا الكاينتيك، فانا لو عملت سم، عملت بلس للبوتنشال والكاينتيك هيدينا انرجي جديده اسمها ميكانيكال انرجي. يبقى الميكانيكال انرجي هي السم بتاع البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي. يبقى تاني احنا خدنا البوتنشال وخدنا مين؟ الكاينتيك. فانا لو عملت سم جمعت البوتنشال على الكاينتيك هيدينا مين؟ ميكانيكال. تعال نشوف الكالكوليت ميكانيكال انرجي، احسب الميكانيكال انرجي ومدينا البوتنشال ايكوال 2000 والكاينتيك ايكوال 100. ساعتها هقول ايه؟ هقول ان ميكانيكال ميكانيكال انرجي، عشان نحسب ميكانيكال انرجي هقول ان البي اي اللي هي بي دوت اي بوتنشال انرجي divided sorry plus kinetic energy. يبقى potential plus kinetic يعني كام يا ميس إسراء؟ يعني 2000 plus 100 equal 2000
2,100 2,000 سوري نمسح بس دي عشان المكتوبة غلط. يبقى هنا عندنا هتبقى 1200 سوري 2100 جول. يبقى أنا أقول لما أقول 2000 plus 100 يبقى 2100 جول عشان دي انرجي. يبقى احنا النهاردة أخدنا البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي ولما عملت لهم سم بوتنشال بلس كينيتيك ادتنا حاجة اسمها ميكانيكال انرجي. ان شاء الله المرة اللي جاية هنبتدي ان احنا ناخد اسئلة على الجزء ده في اول السيشن، فانت تكوني مذاكرة او مذاكر كويس جدا الليسون ده عشان تقدر تحل معايا. بداية السيشن المرة الجاية هتبقى اسئلة على الليسون 1 اللي هو انرجي. اشوفكم على خير ويا رب دايما بخير و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.